معي للحديث عن صناعة المعلومات ومستقبلها ودورها في عملية التنمية الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الخبير الدولي المعروف ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق. الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، خبير عالمي واسم مرموق في عالم تكنولوجيا المعلومات. حصل على بكالوريوس الإحصاء التطبيقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الإحصاء الطبي من جامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة. ترأس أكبر مركز متخصص في إجراء استطلاعات الرأي وتولى مشروعات كبرى في مجالات الإحصاء والمعلومات والسكان والتنمية والصحة العامة. قدم دكتور عثمان العديد من الاستشارات الفنية لمؤسسات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، منها منتدى البحوث الاقتصادية، المركز الكندي الدولي لبحوث التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة اليونيسف. تولى دكتور ماجد عثمان منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير 2005 إلى فبراير 2011، وأيضاً قام بالتدريس كأستاذ للإحصاء والمعلومات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. خلال مسيرته المهنية شارك دكتور عثمان في العديد من اللجان الوطنية بما فيها لجنة الشفافية والنزاهة ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ومجلس أمناء لجنة تقييم الأداء الإعلامي، وانتخب كأول رئيس للرابطة العربية لاستطلاعات الرأي العام. أثرى دكتور ماجد عثمان المكتبة الوطنية بالعديد من الكتب والدوريات الهامة، منها حالة السكان في مصر، الإحصاء في التربية وعلم النفس، والقوى العاملة في مصر.